بيتنا بحي البستان بيعني لي الأمان، بيعني لي كل شيء بحياتي، بيعني لي حلمي اللي أنا حلمته، بيعني لي مستقبلي. للأسف اليهود بدها تهدوا عشان يصير حدائق توراتية لأولادهم بالوقت اللي يشردوا أولادي فيه من البيت للشارع. يعني الأمان راح أفتقده، كل شيء راح أفتقده بحياتي أنا وعائلتي، ونصفي بالشارع بسبب سلطات الاحتلال الإسرائيلي اللي بدها تهد بيتي وتسوي بداله حدائق توراتية. هديت غرفة فوق غصبا عني اللي هي غرفة أولادي مع الحمام، وبدل ما يدفعوني 70,000 شيكل، فأنا بيتي هون صغير بس أنا عايشة فيه ومبسوطة. لا يحق لهم، لأنه أنا صاحبة حق وصاحبة هذا البيت، فإلي الشرعية في هذا البيت وأنا لازم أسكنه مش غيري.